طيب اروح لاخبار وتدريب الاهلي، والنهارده التدريب اللي عاقب المباراه اللي اقيمت بالامس مع فريق نادي الاسماعيلي، والنهارده بيتسو موسيماني عمل مران نقدر نقول جلسات استشفائيه للعيبه الاساسيه اللي شاركت في مباراه الامس. لكن عقب المران بيتسو موسيماني بلغ كل اللعيبه ان بكره هيكون في راحه سلبيه لمده 24 ساعه من التدريبات الجماعيه، ثم الاهلي يستأنف تدريباته يوم الخميس العصر على ملعب التتش بالجزيره، وذلك في اطار الاستعدادات لمنافسات كاس الرابطه للانديه. كلنا عارفين ان ماتش المقاولين يوم الجمعه ان شاء الله، وباذن الله تكون مباراه موفقه للاهلي، ودي هتكون الجوله الثالثه من مباريات كاس الرابطه. الاهلي عنده نقطتين، المتصدر الاسماعيلي عنده 4 نقط، فلسه في كلام في فكره المتاهلين الفتره الجايه، والمباراه الثلاثه اللي جايه هيفرقوا ان شاء الله بشكل كبير جدا في ترتيب النقاط. لكن المكسب المهم النهارده بالنسبه لنا مش النقط ولا الترتيب ولا صدارة المجموعه ولا كاس الرابطه، المهم بالنسبه لنا الفكره في حد ذاتها انك بتدفع بعدد كبير من قطاع لاعبي قطاع الناشئين، وبتطمئن على مستقبل الاهلي خلال الفتره اللي جايه. النهارده كان في محاضره، وكان في تقسيمه قويه، وكان في تدريب شاق للحراس، وكمان في عوده بيرسي تاو وعدد من اللعيبه زي ما انتم شايفين قدامنا على الشاشه. لكن كل التفاصيل دي بالتاكيد مهم جدا نعرفها من خلال زميلنا ومراسلنا فاروق صلاح، مراسل قناه الاهلي اللي كان حاضر النهارده ومران الاهلي في ملعب مختار التتش بالجزيره. مساء الخير يا فاروق. النور يا محمد، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي في كل مكان. وايه؟ الو الو. يا فاروق، عايز اسالك على المران النهارده. زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره، يمكن اطمننا شويه، شفنا طاهر، شفنا وليد سليمان، شفنا بيرسي تاو، تبدا الصوره تبقى افضل الفتره الجايه بعوده كل اللعيبه الاساسيه للمران، خاصه في ظل الحمد لله المسحه بتاعتهم سلبيه، والفتره الجايه ان شاء الله هيكون في تشكيله بقى وعوده لكل اللاعبين الاساسيين في باقي مباريات كاس الرابطه ان شاء الله يا فاروق. فعلا محمد، يعني النهارده كان عوده تاو بعد سلبيه مسحه بيرسي تاو وانضمامه للتدريب النهارده، وقرر بحاله بدنيه وشكل فني اكثر من رائع. ايضا وليد سليمان، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، ومحمد مجدي قفشه. اقدر اقول محمد برضه من كلامك ان هو تدريجيا مستر بيتو الثاني خلال المباراه القادمه ومباراه الاهلي يبدا يلعب اللعيبه اللي كانت بعيده عن المشاركه. طبعا خلاص انت بتجهز اللعيبه عشان كاس العالم للانديه، يعني هيبقى موجود عدد من الناشئين، لكن يعني احنا شايفينه في التدريبات التدريب النهارده والكلام بيتو الثاني، عدد من اللعيبه هتبدا بقى تعود مره ثانيه للمشاركه، سواء حسين الشحات، سواء قفشه، وليد سليمان، بيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر. لعيبه برضو مستر بيت موسيماني كان في يعني برامج تاهيليه موضوعه مع كابيلو للعيبه اللي كانت بعيده عن المشاركه. ايضا يعني برضو اطمننا من خلال يعني الكابتن سيد عبد الحفيظ على لويس بيكسوني، يعني اجرى مسحه بالمضيق وتم يعني ثبوت سلبيه المسحه، وهيعود ان شاء الله الى القاهره مساء اليوم. هيتم ايضا اجراء مسحه لدى وصوله يعني قبل انضمامه والتحاقه بتدريبات الفريق اللي هتبقى يوم الخميس. طبعا زي ما انت قلت يا محمد، مستر بيتسو موسيماني ادى اللعيبه راحه غدا، يعني راحه لمده 24 ساعه، هيستأنف التدريبات يوم الخميس في 8/4 عصرا، ثم الدخول في مؤخر استعدادا لمباراه المقاولون العرب. برضه على هامش المران النهارده محمد، كان اكرم توفيق موجود بيجري بعض الفحوصات والاشعه، يعني برضه من الكابتن سيد ان جاري يعني استخراج التاشيره الخاصه بسفر اكرم توفيق الى الخارج ان شاء الله لاجراء عمليه الرباط الصليبي. طب له كل السلامه. النهارده محمد من النقاط المهمه جدا برضه اللي نتكلم عليها قبل النقاط يا فاروق، انا المعلومات اللي عندي ان ممكن اكرم توفيق يسافر الدوحه يجري العمليه الجراحيه هناك، يعمل التاهيل كمان هناك عشان يبقى في اطمئنان عليه اكتر ويرجع بسرعه، خاصه ان التاهيل مهم جدا في مساله عمليه الرباط الصليبي. هل الكلام ده تاكد بشكل رسمي ولا لسه في مباحثات لامكانيه سفره بقى لالمانيا او اسبانيا او الاستقرار على سفر للدوحه خلال الساعات القادمه؟ حتى الان يا محمد انت عارف يعني ايه في فاروق، حاول تغير مكانك بس عشان الشبكه، الصوت بيروح ويجي. سامعني كده كويس؟ كده كويس. النادي الاهلي بيسير في اكثر من اتجاه، انت طبعا عارف ان بعض الدول في اوروبا بتبقى الدنيا مقفوله شويه لظروف جائحه كورونا، لكن
الاتجاه الاول بالنسبه للنادي الاهلي هو المانيا او يعني او قطر، يعني شيء العمليه خارج الاطار من اسبانيا او المانيا او قطر. كابتن سيد عبد الحفيظ الامور كلها والجهاز الطبي متابعين هذا الملف على وجه اكبر. الو، هي طب يبدو ان في مشكله في الاتصال مع زميلنا فاروق صلاح. طيب زي ما طمنا من فاروق على مشاركه اللعيبه الاساسيه وعودتهم للمران زي ما شايفين معانا في على الشاشه، كمان ياسر ابراهيم، محمد مجدي قفشه، باذن الله الفتره الجايه بيتسو موسيماني اكيد عامل استراتيجيه للاستعداد لكاس عالم انديه، ومش معقول هيسيب اللعيبه الاساسيه بدون مباريات رسميه لغايه يوم 5 فبراير مع مونتيري المكسيكي. اكيد هيبدا الدفع بيهم على الاقل لاخر مباراتين قبل السفر يوم 31 يناير، وهينتظر يشوف موقف بقى اللعيبه الدوليه اللي بتشارك مع منتخباتها في كاس الامم الافريقيه. عندنا 6 لعيبه مع منتخب مصر، رجع منهم اكرم توفيق الف سلامه عليه، لسه هنشوف كمان موقف علي معلول النهارده. الاتحاد التونسي اعلن من خلال صفحته الرسميه اصابه علي معلول بالكورونا، الف مليون سلامه عليك يا علي، وباذن الله ما يكونش فيه اي مضاعفات ونطمئن على حالتك وصحتك، ده في المقام الاول، وتعود بشكل جيد في الفتره اللي جايه. ايضا كمان بدري بنون لسه في مشاورات واتصالات في امكانيه سفر بدري للعوده للقاهره، طبعا لسه في فحوصات بتتعمل ليه عشان نطمئن على صحته، فالمساله فيها يعني تفاصيل كتير قوي، وكان الله في عون الجهاز الفني مش قادر يحدد شكل القايمة إلا بقى على يوم 3 فبراير والميعاد الرسمي والنهائي قبل إرساله للفيفا عشان يختار القايمة الـ 23 اللي هتشارك فيه منافسات كأس العالم للأندية. كمان في نقطة مهمة جدا، المحللي الأداء اللي موجودين في الأهلي سواء سيمو أو سيليمون، الاتنين شغالين على فكرة تحليل أداء فريق مونتريال المكسيكي. فريق مونتريال المكسيكي عنده مباريات في الدوري خلال هذه الفترة ويمكن بيلعب مباريات في الدوري، فبيتم تجميع فيديوهات وهايلايتس للفريق المكسيكي اللي بقياده المدير الفني خافير اجيري اللي كان بيقود منتخب مصر في كاس الامم الاخيره 2019، وبالطبع هيبقى في تحليل اداء وايجابيات وسلبيات والتحضير لهذه المواجهه اللي كلنا شايفين على المستوى الفني والبدني وكل الامور المواجهه هتبقى صعبه جدا، مش لقوه الفريق المكسيكي، بسبب المشاكل اللي احنا شايفينها في الفتره الحاليه ما بين اصابات لعيبه واقامه كاس امم افريقيا، ويعني انت بتتكلم في 11 لاعب على الاقل في التشكيله الاساسيه مش موجودين معاك خلال هذه الفتره، يعني حتى لو رجعوا قبل كاس العالم الانديه بيوم او اتنين او ثلاث ايام لا هيبقى الجهاز الفني استعد بشكل كويس معاهم، ولا هيكون حضرهم ذهنيا، ولا هيكون اداهم الراحه الكافيه عشان يستعد لبطوله كبيره مهمه زي كاس العالم للانديه.